السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم برمجة التطبيقات باستخدام لغة تايب سكريبت الجميلة. والنهاردة هنتكلم عن الانيوميريشن، فخليكم معانا. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن التوبل، بس ما كتبناهوش هنا ك تايب، ماشي، بس هو انا بعتبره نوع من انواع الاريز، فمش لازم نكتبه يعني كتايب منفصل بذاته. لكن احنا عندنا تايب اسمه الانيوميريشن، والانيوميريشن هو ان انت مجموعه برضو من الداتا بتحطهم مع بعض بس بطريقه مرتبه، ده رقم كذا وده رقم كذا وده رقم كذا بشكل ثابت. تعالوا نشوف بيتكتبوا ازاي في اللغة بتاعتنا اللي هي تايب سكريبت. اول حاجة تعالوا نرجع للشكل القديم للكونست دوت، ماشي، و ديسايد الكود ده، ديسايد الكود اوت، ونخلي الكود ده يطلع بره اهوت هنا، تليق به كده، تمام كده اهوت. وممكن نمسح الحاجات اللي في النص ديت مش عايزينها، ماشي. وتعالوا نغير الكود اللي مكتوب في الرول دوت ونبدله بكود انيوميريشن. بس قبل ما نكتب تعالوا اشرح لكم ايه فايدة الانيوميريشن. الانيوميريشن هي مجموعة من الادوات زي ما بقول لكم مرتبة، او مجموعة من الاوبجكتس مرتبة، بس كل كائن منهم بيبقى واخد رقم ثابت وشكل ثابت بغض النظر عن الباقيين، ماشي. طيب فايدته ايه في البرمجة؟ لو فرضنا ان انت الرول بتاع الشخص اللي احنا عاملينه دوت، الرول بتاعته ادمن، وانت عاوز لما يخش شخص ادمن يوزر مثلا تفتح له مجالات اكتر في السوفت وير بتاعك او في الموقع بتاعك، فهتيجي هنا تتشك على نوعه لو هو admin user، فهتقول هنا مثلا if person dot rule. وطبعا لو انتوا شغالين في فرق كتير، في فريق كبير قصدي، في مبرمجين كتير، ساعات الحاجات دي بتحصل، ساعات الاسترينج ده بيخدع الناس، فمثلا يجي تشيك على admin user يكتب كده، وبعد كده جوه الاف دي يعمل اي حاجه، مثلا console دوت لوج مثلا ساكسس اي حاجه. لو رنينا الكود بالشكل دوت، ماشي، ده ادمن بس لن يتعامل في السيستم على انه ادمن. تعالوا كده اهوت، فايل سيف، بعد كده نعمل كومبايل، هنلاقي ان احمد 35 بوكسز فوتبول سويمنج كل دولت موجودين اهوت. ده طبعا جاي من هنا وده جاي من هنا، لكن ساكسس دي مش موجوده. الله، ليه؟ مع انه هو ادمن، لان السترينج ده بمنتهى البساطة غير السترينج ده، ماشي. اولا ده كلمة ادمن سليم صح زي هنا، بس هنا في نقطتين اختلاف بين دوت ودوت. اول نقطة في هنا داش، هنا في مسافة، وده حرف مختلف تماما عن بعضه. تاني حاجة، بعض اللغات مثلا او بعض مثلا بتعامل الناس بتتعامل بجيسون او بكده، ممكن يبعت لبلاتفورم رقم او سترينج يشوفه بطريقه الكيس سنستف، يعني ايه؟ يعني حساس للحروف، فيلاقي هنا الواي ديت كابيتال وهنا الواي دي سمول، فيعترف دي بتبر دي حرف ودي حرف، ماشي. فاصبح دي حاجه، ماشي، ده سترينج وده سترينج تاني، مستحيل يوصلوا هما الاثنين. والاخطاء ديت للاسف بتحصل بين المبرمجين، وخصوصا اللي شغالين في تيمز وتيمز كبيره. ومن هنا اتجه المبرمجين لعمل حاجه ممكن تيونيفاي او توحد الشغل بين المبرمجين، فما تحصلش المستيك اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي دي. طيب مبرمجين الجافا سكريبت بيعملوا ايه؟ بيعملوا حل بسيط جدا، ممكن تلاقي يعني، او انت لو كنت مبرمج اي لغه تانية هتلاقيك عملته مظبوط. هتلاقي هنا كونست مثلا الادمن هيساوي مثلا صفر، وهنا كونست مثلا اليوزر العادي بيساوي واحد، وهنا كونست مثلا بروجرامر هيساوي اثنين. اصبح كل واحد له ايه؟ رقم معروف. فانت مثلا لما تيجي تستخدم هنا الادمن،
تستخدم الرقم دوت. ولما تيجي تتشيك على الرقم، تتشيك مثلا ايه على رقم الادمن، ماشي؟ فكده هو هيتشيك على الرول على رقم، مش هيتشيك على السترينج اللي هو اللي ممكن يبوظ بين اعضاء الفريق. وهنا نعمل فايل سيف ونبدا نكومبايل، وتعالوا نبص كده اهوت، هتلاقي ايه ساكسس، ظهرت ان الدخول تم للكود بالفعل، ماشي؟ بس برضو العملية ديت برضو ممكن ادمن يختلف، واحد يغير الرقم، يبقى الرقم ده بياخد كذا رقم فيحط له رقم تاني فتحصل مشكلة. برضو العملية واسعة شوية، صحيح احنا ضيقناها عن الاول، بس هي برضو لسه واسعة شوية ومحتاجة شوية احكام اكتر من كده. طيب تعالوا نعملها بقى بطريقة سمارت شوية، وهي طريقة ايه؟ الانيوميريشن. لو مسحنا ده كده واستخدمنا كلمة كيورد اسمها انام او انيوميريشن، وحطينا هنا رول، ولو لاحظين لونها اتكتب بالاخضر، وده اسمه الكاستم تايب زي الكلاسز، بس احنا لسه هنشرح الكلاسز قدام شويه. فانا دلوقتي عملت كاستم تايب وسميته ايه؟ رول، ماشي؟ والرول ده بقى نحط فيه القيم بتاعتنا، ادمن ويوزر وبروجرامر، تمام؟ وبعد ما نخلص نحط سيمي كولون. كده انا عملت انيوميريشن، ده باي ديفولت خد رقم 0، ده خد رقم 1، وده خد رقم 2. ميزته بقى ان انا هاجي هنا اهوت وادوس واكتب رول عادي وادوس دوت، هيطلع لي المحتويات كلها، ماشي؟ ده افضل طبعا من الاري، لان انت لازم تكتب القيمه كلها او تقراها مثلا او تدخل الاندكس بتاعها، لا ده هيطلع لك القيمه بتاعها. وشايفين هنا انيام ممبر او انام ممبر سوري، رول دوت ادمن بيساوي 0، بروجرامر بيساوي 2، ويوزر بيساوي 1. طبعا هو مرتبهم ترتيب ابجدي هنا، لكن احنا هو بيلتزم في الاندكس بالترتيب اللي انت بتديه له هنا فوق، فنخليه هنا ادمن. هاجي اتشيك تحت، ماشي؟ فهقول له برده هنا رول دوت ادمن، انا بتشيك كده على مفيش مجال للغلط. ليه؟ لان المحتويات كلها مجرد ما تدوس دوت هتطلع لك، فالمبرمج مش عارف يفتكس، يعني مش عارف يدخل حاجه مثلا فيها ابر كيس ولا لور كيس ولا الحاجات دي كلها، هيدخل نفس القيمه اللي انت مديها له في الانيوميريشن. خلاص انا هتشيك على ان هو ادمن، وساعتها لو هو ادمن هتيجي سكسس. فنيجي نعمل كده سيف، ماشي؟ ونعمل كومبايل للكود بتاعنا، ونبص في الكود بتاعنا وهنلاقي سكسس اتكتبت تمام بدون اي مشاكل. وتعالوا نشوف بقى الجافا سكريبت كتب الكلام ده ازاي. اهوت عشان تشوفوا، عشان الجافا سكريبت يعمل نفس الشغل اللي احنا عاملينه في كام سطر ده، شوف كتب بقى عامل ازاي. ودي القوه فعلا من استخدام ايه؟ تايب سكريبت. ان انت انيوميريشن حاجه بسيطه، شوف بقى هو عملها ازاي. فار رول، فانكشن رول، رول بيساوي 0، ادمن، يوزر، ما اعرفش ايه بتاع الرول كذا، عملها نظام كوليكشن وبتاع، ويعني كبر الموضوع، يعني والله كبرتوا الموضوع يا شباب، يعني في الجافا سكريبت، وكتبت اكواد كتيره جدا 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 عشان تكتب حاجه بسيطه جدا زي ديت. بس هو في النهايه ان هو خلى الادمن بصفر واليوزر بواحد والبروجرامر باتنين، وبدا تحت ان هو يتشيك على الرول ديت. شايفين هنا كتابتها كتيره ازاي، وهنا كتابتها بسيطه جدا. وهي دي الفكره، ان انت بتحول كود بسيط جدا الى كود معقد جدا في جافا سكريبت. انت لو قعدت تكتبه هتاخد في وقت كبير جدا، لكن انت لو كتبته بتايب سكريبت هتاخده في وقت بسيط جدا 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 جدا، وفي النهايه هيدي نفس ايه؟ النتيجه، ماشي؟ فتعالوا نقول حاجه اخيره كده على النيوميريشن، ان انت مش شرط دي تبقى بصفر، انت ممكن تغير القيمه بتاعتها تخليها دي بواحد، ماشي؟ فهتلاقي قيمه الواحد دي اتغيرت، خليها ب 100، خلي قيمه دوت مثلا بسترينج، ماشي؟ وطالما انت حطيت قيم ليهم يبقى لازم كلهم يتحط لهم قيم. في النهايه هنا هو ملوش دعوه بالقيمه، هو له دعوه باسم المخزن اللي انت حاطط فيه القيمه دوت. يطلع بقى ب 100، يطلع ب 1000، يطلع باحمد، يطلع بمحمد، ملوش دعوه، هو تشيك على القيمه اللي حطت في الرقم دوت، لان انت مديله اسم الانيوميريشن اساسا، مش مديله قيمه الانيوميريشن دوت، فهو ملوش دعوه بالقيمه، هو له دعوه باسم الانيوميريشن بس. وبكده يبقى غطينا معظم التايبس في لغه تايب سكريبت.
ممكن في تايب كمان اتكلمنا عنه قبل كده بس بسيط يعني، وهو تايب الاني. مثلا لو نت اي ار ار باختصار الاري، هنقول ان هي نوعها مثلا اني، فتقدر تحط فيه اللي انت عايزه. مثلا يبقى ار ار مثلا هنحط فيه قيمة اري مثلا فيها سترينج نوعه واحد، يبقى انا كده حطيت فيه اري في الاني، والاني ده بياخد اي قيمة انا عايزها، ما بيدقش يعني وما بيعترضش على اي حاجة، الا اذا مثلا لو قلت له انا عايز اني اري، اني دوت يعني اي حاجة كلش ان كان اي نوع انت عايز تحطه فيه بتحطه فيه الاني دوت. ماشي، هنا انت لو قلت له ده اري ماشي ودخلت فيه رقم مش اري، ساعتها هنا بس هيعترض. ليه؟ لان هو عاوز اري ماشي وانت مديله سترينج ماشي، لكن لو مجرد ما تقول له ان ده اري كده هوت هيبدأ يتعامل معاه على انه اري. احنا كده خلصنا الاساسيات في اللغه، اللي هي زي ما تقول التعريفات الاساسيه للغه، او التايبس الانواع اللي هنستخدمها في الحلقات الجايه. فاعتقد كده الليفل الاولاني خلص، وان شاء الله الحلقات الجايه هنبدا فيها الليفلز الاصعب شويه. ويعني زي ما اتفقنا ان هو بس احنا بنشرح التايبس، وبعد كده هنبدا نشرح اوبجكت اورينتد، وبعد كده هنبدا نتعمق في شويه لايبراريز او ثيرد بارتي خاصه باللغه ديت. في النهايه يا ريت اللي عنده استفسار من اي نوع يسيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو، واتمنى ان الناس تدعم القناه بعمل لايك وشير وسبسكرايب. في النهايه اتمنى للجميع التوفيق. كان معكم المبرمج احمد محمدي، والى اللقاء في حلقه القادمه، ودمتم في رعايه الله.